بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير نتمنى الحبابي اللي تحطوا لي تعليقات زوينه واللي تيبغيوني تنقول شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوته احنا بسلسلة شعبان سلسلة إبطال السحر القبولات أي حاجة زوينة غادي نحطها لكم إن شاء الله أه تنطلب الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطركم ويجبر بخاطري يعطيني الصحة والعافية باش نكمل لكم كاع السلسلة اللي عندي ديال شعبان وديال رمضان أه ان شاء الله تبعوني في رمضان غادي يكون سلسلة زوينة بحال العام اللي فات خدمنا مع بزاف البنات وبزاف البنات سهل عليهم الله وربي سبحانه وتعالى حطوا لي تعليقات زوجو البنات آه دابا نحط لكم التعليقات ديال البنات اللي نجحوا معهم الوصفات وكل شيء ربي يصلح الحال من حال الى حال آه اليوم تحنا بغينا نخدموا مع البنات في سبيل الله لان آه تتسالوا مني الدعم آه انني نحاول انني نحط لكم اي حاجه تتنفع البنيات وربي يحل البيبان الاولاد والبنات قال يعني الناس اللي عندهم آه، غادي نخدمو بزاف الوصفات ديال الرحمة والعفو فيهم غير القرآن وفيهم غير آه قول الله تعالى وفيهم ما فيهم لا طلاسيم ما فيهم حتى حاجة فيهم ذكر الله فيهم تسبيحات وقران وذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب حنا غاديين في حما الله ورسوله دخلوا القناه وشوفوها راه ما فيها حتى حاجه اللي الرحمن كلها بوصفات قرانيه وبتسبيح وبكلام الله تنحس بالراحه من ذكر الله تنحس الراحه بانني نعطي ايات ولو تقراو غير حرف من هذوك الايات عندي اجر فيه باذن الله اذا حبابي في الله تنستاهل منكم انكم تدعموني وتستاهل منكم انكم تخليو ليا لا لايك ولا اي حاجه منكم عسل وبركه اذا اليوم غادي نحط لكم صيغه قرانيه غادي تولدي ان شاء الله من جديد اذا على بركه الله نبداو الصيغه ديالنا ونتوكلوا على الله اول حاجه غادي ناخذ اي نهار ولكن على طهاره نتمنى انكم تلتزموا بالطهاره البنت آه البنت اللي عندها العاده الشهريه راه وصفات الوقت اللي تكون عندك العاده الشهريه تقدري تقراي من البورطابل وتقدري هذا ولكن هذا تكوني على طهاره لان غ... غادي تكتبي الايات وغادي ان شاء الله تصلي ركعتين شكر الله وعاد تبدا الوصفه ان شاء الله. اذا حنا بغينا نكونوا نحيدوا ابطال السحر وبغينا نكونوا ايجابيين، اذا خاصنا نلتزموا بالشروط. اذا نحاولوا نستغفروا ونذكروا الله نقرأوا القران بزاف ونحاولوا نستعنوا غير باللي خلقنا. ما نستعنوا لا بطلاسم لا بحروف غير مفهومه حتى حاجه غنستعنوا الا بالقران الكريم والدعاء لان باب الدعاء هو عبادة. إذا الحول ديال الله والقوة ديال الله. أول حاجة غادي ستيلو أو قلم وغادي نكتبوا سورة الفاتحة مرة واحدة. سورة سورة الشرح مرة واحدة، آية الكرسي مرة واحدة. غنقرا نحط قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله غادي نكتبها سبعة المرات المهم فاتحات الكتاب لفتح الامور اي الكرسي لابطال السحر صورة الشرح باش ربي لك الصدر ديالك ولكن يعتمد على قول الله تعالى في هذه الاية قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله غادي ناخذ قال موسى ما جئتم به ان الله سيبطله غادي من توصلوا توصلوا ان الله سيبطله غتكتبوه سبعه المرات غادي نرجع للسطر ونقرا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله سبعه المرات نكتبها ونقرا قال موسى آه ماشي نقرا عفوا آه نكتبها سبعة المرات ونكتب ان الله سيبطله سبعة المرات وغادي ان شاء الله نحطها في اناء نحطها في اناء آه نكتبها اما بالزعفران الا ما عندكش الزعفران نكتبها بالكركم والماء الزهر او ماء الورد ونكتبها ناخذ آه نأخذ شي عود خشب ونكتبها على مهلي وبشوية عليا ونستعن بالله نكتبها في الليل نكتبها بنهار هذا قرآن كريم ما فيه لا طلاسم لا حتى حاجة وندير الورقة ها بعد ما كتبت سادة ونحطها في الماء نحطها في الماء ونضع عليها حرمل وملحة نضع عليها حرمل وملحة وغادي إن شاء الله نخليها الصباح نطلعها إلى سطح البيت إلى ما عندي سطح البيت نحطها في الشرفة إلى ما عندي الشرفة نحطها في الباركون مهم نحطها تتقابل مع السماء تتقابل مع السماء وإن شاء الله غادي إن شاء الله من غادي نجيب هذاك الماء غادي نحاول أنني نقرأ نفس الصيغة على هذا الماء اللي فيه هاد الكتبة وغادي ان شاء الله ندير هاك الكسبة ندير لها بحال هكا بعد ما كتبتها بالكركم وماء الزهر او ماء الورد وغادي ندير لها بحال هكا غادي نضيف لها ماء ساخن نضيف لها ماء ساخن ماء ساخن وغادي ناخد اناء كبير اما آه غادي آه غادي آه بانيو او طش كبير وغادي ان شاء الله نضيف كمية آه لانك خديتي خديتي آه هذا الماء الكريم اللي فيه الابطال وطلعتي السطح او طلعتي السطح البيت وخليتيه يتقابل مع السماء ان الله سبحانه وتعالى يرى آه العدب ديالك يشوف أنك طلبتي غير الله وبغيتي أن ربي يحط لك الخير في هذا الماء اللي حطيتيه إلى السماء ولابد ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم له الحمد وله الشكر وله الكبرياء أن الله سبحانه وتعالى غادي يجوبك بإذن الله الواحد القهار بحق الآية آية قال موسى ما جئتم به السحر سيبطله 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 ان شاء الله سيبطله ان شاء الله سيبطله ان الله سبحانه وتعالى قادر ان يبطل قادر على ان يبطل الأصحار ان الله قادر الله الواحد القهار سيبطله وناخذ طش كبير ونعوم ونتسبح في هذاك الطش ونجمع هذاك المكونات نغسل بكل شيء ب... بغيتي تصفي الاوراق صفيهم ولكن الاوراق أنجمع كل شيء مع الحرمل مع الحرمل نحرقهم نخليهم تيتجفوا تي شويه نشوف شي بلاصه ناش هذاك وغادي نحرقهم فوق الغاز او ندير فحم ونحرق هذوك الاوراق مع الحرمن وهذاك الماء سوف اتخلص منه سوف ارفع الى تحت الشجرة شجره شجره مثمره وان شاء الله نكب هذاك الماء نصب هذاك الماء الى تحت الشجره باش انني ربي سبحانه وتعالى خاد طاقة السماء وخاد أنه كتبتي آية الإبطال إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه ان الله لا يصلح عمل المفسدين الله سبحانه وتعالى المفسدين غادي يرجع لهم هذاك الاسحار وغادي يرجع لهم هذاك الشيء اللي داروا لك وربي سبحانه وتعالى قادر انه يبطل وقادر انه يعطيك السؤال ديالك تزوجي كاين المراه اللي مانعين لها الانجاب كاين البنت اللي مانعين لها الزواج كاين البنت اللي مسكينه حاسه براسها متعوبه طول السنين انها عايشه في دوامه الياس دوامه الالم دوامه انها مسكينه تتكون غير مسنده ونعسة وعيانه وما عندها لا قبول تبرك مع الناس تبان لك باته تبان لك حالتها تبان لك صفراء تبان لك تاوب تبان شعرها تيتساقط انها حاله ولكن كل شيء السحر شيطان السحر انه يفعل ما يشاء في الإنسان اللي في أصحار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله يا ربي اللي دارت هذه الوصفة يكون لها خير وبركة حبابي في الله توكلوا على الله وذكروا الله وتوجهوا إلى الله صافي ما بقى والو من غير هاد الأمراض وهاد المشاكل، حنا تنتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، بدون شك. إذا أحبابي في الله دعاء لكم، دعاء لجميع المسلمين أن ربي غادي يسهل وغادي يعطيكم السؤال ديالكم ويبطل عليكم جميع الأصحاب. تنتسنى منكم لايك، تنتسنى منكم أنكم تدعموني، إذا كنت تستحق لايك حطوه، كنت تستحق أي حاجة حطوها. إذا إلى وصفة أخرى أحبابي في الله.